بسم الله الرحمن الرحيم. التأثيرات الفسيولوجية لحمض الأبسسي. أخذنا فكرة في المحاضرة السابقة وفي الجزء الأول لحمض الأبسسي عن إن هو مثبط من مثبطات النمو أو من الهرمونات المثبطة للنمو، وإن هو بيتدخل في عملية كمون البذور، كمون البراعم، بيتدخل أو بيتحكم في عمل الثغور. أدناها ببساطة، لكن الآن سنشير إليها بشيء من التفصيل. فأول تأثير من التأثيرات الفسيولوجية لحمض الأبسسك إنه هو بيعمل عملية تنظيم لعمل الثغور. عملية فتح وغلق الثغور بيتحكم فيها حمض الأبسسك بشكل كبير جدا. وجود تركيزات عالية من حمض الأبسسك بتؤدي إلى عملية غلق الثغور. ليه؟ للحفاظ على الماء، فقد الماء عن طريق عملية النتف. وجد العلماء أن رش حمض الأبسسك بتركيزات منخفضة جدا على النبات أدى إلى أن هو عملية النتح أو معدل عملية النتح يقل بشكل كبير جدا، ونتيجة عملية غلق الثغور. يعني هو بيسبب عملية غلق الثغور، وبالتالي بيحدث نقص في معدل فقد النبات للماء في صورة بخار أو في صورة عملية النتح. الآلية اللي هي بيعتمد عليها حمض الأبسسك في عملية غلق الثغور إنه بيعمل عملية إعاقة لضخ البروتون، اللي هو اللي بيسبب عملية زيادة التركيز في الخلايا الحارسة بالداخل، ويبدأ إنه هو يمتص الماء، تنتفخ الخلايا الحارسة وينفتح الثغور. هو لا بيعيق هذه العملية، وبالتالي لا تتمكن هذه الخلايا الحارسة من إن هي تنتفخ ويحدث عملية فتح ل الثغور. تأثير حمض الأبسسك في الإجهادات، قلنا أنه هو ليه دور كبير جدا في مقاومة النبات للإجهاد أو تحمل النبات للإجهادات، وخصوصا الإجهادات المائية. يعني النبات لو موجود في بيئة صحراوية، موجود في بيئة شديدة الحرارة، لابد أنه هو يحافظ على محتواه المائي، بيقلل من عملية النتح، بيحدث عملية غلق للثغور بحيث يحتفظ بكمية الماء اللي موجودة فيه. حمض الأبسسك لو تم معاملة النبات، أوراق النباتات بحمض الأبسسك بتسبب غلق الثغور بالليل أو بالنهار في الضوء أو في الظلام لعدة أيام. يعني لو تركيزات منخفضة جدا من حمض الأبسسك تم رش على أوراق النباتات، وجد أن هي بتسبب غلق الثغور وتخلي الثغور مغلقة دي في الضوء أو في الظلام. طبعا المفروض أن في يعني تبادل لعملية فتح وغلق الثغور بحيث تحدث عملية النتح والتبادل الغازي ودخول ثاني أكسيد الكربون وخروج الأكسجين وبخار الماء من الثغور. لكن حمض الأبسسك بيعمل عملية غلق تام للثغور سواء في الضوء أو في الظلام. فحمض الأبسسك بيعمل منج للإجهادات المائية أو تقليل لمعدل فقد الماء بأنه أو تقليل لعملية النتح بأنه هو بيتحكم في عملية غلق الثغور. يعني تحت الظروف أو تحت ظروف من الإجهاد المائي، سواء نقص الماء يعني الجفاف أو وجود الملوحة أو وجود أي عوامل بتقلل من امتصاص النبات للماء، بأوتوماتيك بيزيد كمية أو بيزيد تركيز كمية الأبسسك أسيد في النبات، ويبدأ أنه هو يغلق هذه الثغور بحيث بيحتفظ بكمية الماء الموجودة فيه. حمض الأبسسك وإجهاد الملوحة والبرودة. إجهاد الملوحة زي إجهاد نقص المية، يعني الدراوت والسالينيتي برضو بيسببوا نوع من الإجهاد وتقليل لمعدل دخول الماء ومعدل امتصاص الماء من التربة. كذلك البرودة برضو بتسبب نفس الأثر. فالنباتات بتبقى مجهدة أو بتتعرض للإجهاد نتيجة وجودها في التربة المالحة أو بفعل درجات الحرارة اللي هي المنخفضة أو الصقيع. ده كله بيزيد من كمية حمض الأبسسك اللي هي بتعمل عملية غلق للثغور ومنع لفقد الماء. كمان برضو الأبسسك أسيد ليه دور مهم جدا في إجهاد الملوحة بالذات، إنه هو بيزود إنتاجية النبات من بروتينات معينة مقاومة للملوحة. هي البروتينات دي بيسموها الأزموتين. الأزمتين ده لما بيتكون بكميات كبيرة كده بيسبب زيادة في تركيز العصير الخلوي داخل خلايا الجذور، وبالتالي تقدر ان هي تمتص الماء في التربة الملحية كنوع من الادابتيشن او كنوع من
التكيف مع هذه البيئة الملحية. بغياب الملوحة بيتوقف بناء الأزموتين وبيقل معدل الأبسيسيك أسيد في النبات. عملية كمون البذور وتأثير حمض الأبسيسيك ده ليه دور مهم جدا في عملية كمون البذور. كمون البذور معناها أن البذور لا تستطيع الإنبات حتى يتم نضج هذه البذور بشكل كامل، حتى يتم نضج الجنين بتاع هذه البذور بشكل كامل، حتى لو توفرت لها الظروف المناسبة من الرطوبة، من درجة الحرارة المناسبة، من الأكسجين، كل الظروف مناسبة، لكن البذور لا تستطيع الإنبات لأن هي موجودة في فترة الكمون اللي هي بيتم فيها نضج مكونات هذه البذور. وجد أن هذه البذور بتحتوي على تركيز عالي من الأبسيسيك أسيد في هذه المرحلة، ويبدأ الأبسيسيك أسيد يقل تدريجيا إلى أن تصل إلى فترة الكمون، إلى أن تنتهي فترة الكمون وتبدأ يبدأ السماح لهذه البذور أن هي تنبت. البذور بيحدث لها كمون نتيجة عدة عوامل، زي مثلا زي نفاذية الغلاف بتاع البذرة للماء والغازات، يعني ممكن يكون نفاذيته قليلة أو ضعيفة أو غير منفذ للماء والغازات، وبالتالي لا يصل إلى الجنين، رغم أن هي موجودة في الماء لكن لا يصل إلى الجنين ما يكفيه من كميات الماء التي تساعده في عملية الإنبات. الأجنة نفسية ما تكونش يعني وصلت لتمام النضج، دي من أسباب الكمون، فلا بد أن هي تصل إلى النضج الكامل بحيث أن هي تستطيع الإنبات وتكون نبتة سليمة. المقاومة الميكانيكية لأغلفة البذرة، يعني غلاف البذرة شديد وصلب جدا ولا يستطيع النبتة اللي هي ممكن تتكون إذا توفرت لها الظروف المناسبة أن هي تضغط على هذه الأغلفة وتخترقها بحيث أن هي تنمو هذه النبتة، فالمقاومة الميكانيكية لها دور في عملية الكمون. وجود مثبطات في أغلفة البذرة ومن ضمنها الأبسيسيك أسيد، غلاف البذرة يكون محتوي على مواد معينة مثبطة لإنبات هذه البذور. بعض البذور يجب أن تتعرض للضوء لكي تنبت، يعني هي بتكون في فترة كمون إلى أن تتعرض للضوء لفترة معينة وبعد كده تنبت. بعض البذور تحتاج أن هي تتعرض لفترة من درجات حرارة عالية بحيث أن هي تنبت. دي كلها عوامل كثيرة بتسبب عملية الكمون في البذور، وهذه العوامل من ضمنها طبعا وجود مثبطات كحمض الأبسيسيك في البذرة، وهو بيبقى موجود بالمناسبة يعني لصالح البذرة لأنه هو فترة معينة يتم فيها نضج كامل لمكونات البذرة، وبعد كده يبدأ يقل مستوى حمض الأبسيسيك، يتحلل حمض الأبسيسيك إلى أن يصل إلى المستوى الذي يسمح فيه للبذرة أن هي تنبت رغم توفر الظروف البيئية المناسبة. وجد أن طبعا المعاملة الخارجية بحمض الأبسيسيك تسبب كمون البذور، يعني أن هي لو نقعت البذور في تركيز ضعيف جدا من الأبسيسيك أسيد هتسبب أن هي تتأخر في عملية الإنبات. يمكن أن يكسر كمان اللي هو كمون البذور بفعل الضوء أو الحرارة بحيث أن هي بتقل كمية الأبسيسيك بشكل كبير جدا، يعني تعرض البذور للضوء أو الحرارة بيعمل عملية تكسير لحمض الأبسيسيك فيقل حمض الأبسيسيك ويسمح للجنين بأن هو ينبت بشكل طبيعي وسليم. كذلك ليه تأثير في كمون البراعم، تأثير حمض الأبسيسيك على كمون البراعم النباتية. قلنا في بعض النباتات الخشبية البراعم بتاعتها في فترة معينة من السنة وبالذات اللي هي فترة النهار القصير لا تستطيع النمو وتكوين أفرع، وبالتالي فيحدث كمون لهذه البراعم. البراعم الحديثة يحدث لها كمون، البراعم اللي هي المتقدمة أو المسنة ممكن أن تنمو وتكون أفرع لهذا النبات. لكن الحمض الأبسيسيك وجد أن فيها طبعا مستويات عالية من حمض الأبسيسيك، وأثبت ذلك بأنه هو لو تم رش حمض الأبسيسيك للبراعم غير الكامنة بيسبب لها عملية الكمون. كذلك اللي هي البراعم الحديثة هي كما ذكرنا هي اللي بيحدث فيها عملية الكمون، لأن الأوراق المتكشفة الأوراق الصغيرة اللي هي المجاورة لهذه البراعم بتبني حمض الأبسيسيك أو بتنتج كميات من حمض الأبسيسيك، تنتقل هذه الكميات إلى البراعم وتبدأ أن هي تستحس فيها عملية الكمون. آخر جزئية اللي هي انفصال الأوراق والثمار، عملية الأبسجن أو تساقط أو انفصال الأوراق والثمار أو الأعضاء النباتية عن جسم النبات.
وجد ان السبب الاساسي في عمليه الانفصال دي هو حمض الابسيسك الى جانب الانسولين يعني، لكن الدور الاكبر اللي هو لحمض الابسيسك. يعني تلاحظ في فصل الخريف تبدا تتساقط الاوراق بتاعه الاشجار، وللثمار لما بتنضج بتبدا ان هي تسقط وتنفصل عن الشجره او عن النبات. فوجد ان مستويات حمض الابسيسك هي السبب الاساسي في عمليه انفصال الاوراق والثمار لبعض النباتات زي نبات القطن. وعممت بعد ذلك انه في معظم انواع النباتات الابسيسك اسيد هو ليه الدور الاساسي او بيلعب الدور الاساسي في عمليه الانفصال. وجد ان الثمار اللي هي بتنفصل في وقت متاخر بتحوي ضعف الكميه الموجوده في الثمار الفتيه. يعني الثمار اللي هي بيتم قطفها يدويا في بداية الموسم أو في وقت مبكر بتحتوي كمية من الأبسيسك أسيد قليلة عن تلك اللي هي بتبقى موجودة في بتسقط بعد نضجها، تسقط طبيعيا من الأشجار بعد نضجها. ليه؟ لأن هي بتراكم كمية من الأبسيسك أسيد داخل هذه الثمار إلى أن تصل إلى مرحلة معينة تبدأ تعمل عملية الأبسجن أو تساقط هذه الثمار. الإنسولين والأبسيسك أسيد بيتعاونوا هما الاثنين مع بعض في عملية الانفصال. يعني يلزم الأبسيسك أسيد بشكل أساسي، والإنسولين كنوع من الهرمونات المثبطة بيبقى ليه دور مساعد في عملية انفصال الأوراق وكذلك الثمار. حمض الأبسيسك طبعا آليته في أنه هو يعمل عملية تساقط للأوراق والثمار بأنه بيعمل إحداث للشيخوخة. بتلاحظ كل الأوراق اللي هي متساقطة بتكون إيه حصل لها شيخوخة سينسنس بالنسبة لهذه الأوراق أو الأعضاء النباتية، فهو بيحدث عملية أو بيشجع إحداث الشيخوخة في النبات، لأنه قلنا أنه مثبط عام بالنسبة للنبات، فمما ينتج عنه طبعا انفصال هذا العضو النباتي سواء الورقة أو الثمر. الرش الخارجي لحمض الأبسيسك بيسرع من شيخوخة الأوراق، زي ما قلنا الآلية أنه هو بيسرع من الشيخوخة بتاعة الأوراق المقطوعة، وبالتالي بيحفز فيها عملية تكسير وهدم للصفائح الوسطى للخلايا الموجودة في طبقة الانفصال. في طبقة اسمها طبقة الانفصال بتبقى متصلة ما بين عنق الورقة وما بين جسم النبات. هذه الطبقة من الخلايا بيبدأ فيها هدم الصفائح الوسطى، فيتم تحلل هذه الخلايا عن طريق تنشيط انزيمات معينة اللي هي انزيمات الهدم زي السيليوليز والبيكتينيز والبروتييز. هذه الانزيمات الثلاثة تقوم بتحليل جذر الخلايا وهدم للصفائح الوسطى لخلايا طبقة الانفصال، وبالتالي تحلل هذه الطبقة وانفصال العضو النباتي عن النبات. يمكن هنا الصورة ممكن توضح ان وجود طبقة الانفصال هنا موجودة عند قاعدة عنق الورقة ومتصلة بالنبات. تحلل هذه الطبقة بيسبب مباشرة سقوط هذه الأوراق أو هذه الأعضاء النباتية. يعني لو شفت هنا برضو موجود هنا طبقة الانفصال اللي هي الاتصال ما بين عنق الورقة وما بين جسم النبات، الاتصال ما بين عنق الورقة وجسم النبات. هذا الاتصال عن طريق طبقة معينة، هذه الطبقة اسمها الأبسجين لير أو طبقة الانفصال. لو تحللت خلايا هذه الطبقة يبدأ ينفصل عضو النباتي ويسقط هذا العضو النباتي. كذلك في الثمار هنا ده اللي هو الحامل بتاع الثمرة، وفي هنا الطبقة بتاعة الانفصال هي واضحة يمكن مميزة، بنسميها أبسجين زون أو أبسجين لير، اللي هي الطبقة دي اللي هي لما بيبدأ يتحلل الخلايا بتاعتها، خلايا اللي هنا اللي هي بتلصق الثمرة بجسم النبات، لما بتتحلل هذه الخلايا بيحدث تساقط للثمرة أو سقوط لهذه الثمرة، وده بيتم عند نضج الثمار.